لكم تحية كبيرة للفنانة نوال الزغبي، الفنان فايز سعيد، الفنان فيصل جاسم، تفضلوا. إذن مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. ضيوفنا في برنامج ترتت لهذا اليوم الفنانة نوال الزغبي، الفنان فايز السعيد، نجم الخليج فؤاد عبد الواحد، والفنان فيصل الجاسم. لا تنسون تتابعون كواليس برنامج ترتت. شكرا لمتابعتكم وحياكم الله. شايفين الحلاوة هنا، شوفوا الدلع والله. والله دامني شفت هالوجه الطيبة، قد يعني ما يحتاج، ما فيها خوف اصلا، لان كل الموجودين اصدقائي، عبد الواحد، فؤاد، عبد الواحد، فايز، والضيفه الجديده علينا نوال الزغبي. ان شاء الله نكون يعني تكون صدفه خير معاها ان شاء الله. طبعا خاف شويه بس مش عارف، على الله يعني، على الله يعني توفق ان شاء الله. صدق كان يقول لي ارجوك تعال قدم الحلقه هذه. والله لا والله يقول لي ارجوك قدم الحلقه.
اغلبيه الضيوف يقول شغله انه اغلبيه الضيوف اليوم اصدقاء لسعود. طبعا انا كنت عارف اني بقدم في ترتتا في هذا الموسم، لكن كنت اتمنى اني اقدم هذه الحلقه بالذات كون انها تجمع نجم الخليج اللي هو اخويا فؤاد عبد الواحد، وتجمع اخويا اللي هو عشره عمر بيني وبين الفنان سمير الالحان فايز السعيد، وايضا اخويا الفنان فيصل الجاسم، وخاصه اني اول مره اقابل الفنان نوال الزغبي، وان شاء الله نقدم كل ما هو جديد وكل ما هو ممتع، وان شاء الله هذه الحلقه تكون افضل حلقه في ترتتا. بجد بجد ترتتا هو كان حلم حياتي اللي انا كنت احلم فيه والله من زمان، وسبحان الله تحقق الحلم هذا فعلا بعد التعب اللي انا تعبت فيه، واصريت على الحلم اللي انا حلمت فيه، ووصلت لترتتا لاحلى برنامج في حياتي. اتمنى ان كل جديدي سواء اغنياتي الخاصه فيني ولا الحاني عبر اخواني الفنانين ان اكون موجود معاكم في هالبرنامج القوي اللي راح يكسر الدنيا، هو اوريدي مكسر الدنيا. بروجرام حلو كثير، وعلى طول بحس حالي بتجدد خاصة بس أحضره. إن شاء الله يا رب هالحلقة بالأخص تأخذ إعجاب العالم. بصراحة مشاركتي في برنامج ترتتا هي إضافة لي أنا في مجالي الفني. أشكركم على الدعم يا قناة دبي. تحياتي فيصل الجاسم.